السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في هذا العدد الجديد من الموعد السياسي الذي أخلف فيه زميلي وأخي يحيى مخيوبة. مشاهدينا الكرام، إذن لا يزال كما كنا قد غطيناه على قناة تلفزيون رشاد، الوضع في عين صالح، لا يزال رهين الاحتقان وضع إذن تتجلى مع تطوراته طبيعة العلاقة بين الحاكم والمحكوم في الجزائر، بين حاكم له غلبة المطرق كما يقال بالعامية، لا يعترف للجزائريين بحق تقرير إرادتهم في طريقة تسيير مقدرات البلاد، وبين مناضلين يصرون على هذا الحق وينتفضون لما يحسونه من احتقار لهم ولفهمهم بل ولأرزاقهم ومعاشهم. طيلة تغطيتنا إذن للاحتجاجات الشعبية المناهضة للاستغلال أو لاستغلال الغاز الصخري، لم تتوالى التنديدات بمضار المشروع البيئية والاقتصادية بقدر ما عبر المواطنون عن شعور بالاستفزاز. أليس يقولون مكتوب في الدساتير وأقرته القوانين أن المسؤول يسأل وهو في ذلك موكل يأتمر بأمر موكله؟ فما بال النظام إذن؟ يقول المحتجون، بين من يعلل استغلال الغاز الصخري فقط لأنها نعمة من عند الله عز وجل على أساس أن ما غيره من عند إبليس معاذ الله، ومن يقول أنها أيد خارجية عابثة ثم اعتقالات واختطافات للناشطين والحقوقيين والسياسيين، وأخيرا الجيش الذي يصور أو صور أنه في منأى عن قمع الاحتجاجات السلمية، يعد المحتجين أنه سيرفع عنهم مطرق البوليس، إلا أنه يلزمهم بالمقابل مكوث الخيم في ساحة الصمود. ليس من داع إذن لقطع الطرقات وبدرجة أكبر الاقتراب من آبار النفط أو التنقيب عن الغاز الصخري، فيبدل الجيش إذن هروات البوليس بحر شمس الظهيرة، فهي كفيلة حسب البعض بصرف الناس إلى منازلهم تحت صداع الرأس وجفاف الريق من الهتافات كما يقولون. فماذا بعد إذن؟ هل بلغ الشعب أشده ليقرر إرادته فلا منة ولا وصاية لأحد عليه؟ أم هل سيتراجع النظام خشية ما هو أكبر من الغاز الصخري؟ أوليس الغاز الصخري وأحداث غردايا وقبلهما سيناريوهات التزوير والدجل، زد عليها مليارات شكيب خليل والخليفة ومؤخرا HSBC، أليست كلها ملامح متعددة لما نسميه فقدان الشرعية التي صرنا نبحث عنها في فالدوغراس ودرون الأمريكان، واليوم للأسف في المياه الجوفية لصحرائنا الغالية؟ أسئلة وغيرها يسرنا أن نطرحها هذا المساء على ضيوفنا، وهم السيد طاهر بن عباس الناشط السياسي وعضو اللجنة الوطنية أو الشعبية لمناهضة الغاز الصخري، كما سينضم إلينا أيضا الأستاذ العجال سجني أستاذ التعليم العالي بجامعة ورقلة، والأستاذ كانت له إذن عدة محاضرات حول مخاطر استغلال الغاز الصخري وحقيقة جدواه الاقتصادية. كما يسرنا أيضا استقبال أستاذ رشيد مسلي الذي سينضم إلينا عبر الهاتف، وهو المدير القانوني لمنظمة الكرامة للدفاع عن حقوق الإنسان، سيحدثنا عن الإجراءات التي اتخذتها المنظمة لدى الأمم المتحدة دفاعا عن العديد من نشطاء حقوقيين وسياسيين طالتهم حملات الاعتقالات والاختطافات الأخيرة. وفي الأخير وليس آخرا، سيشاركنا الأستاذ محمد العربي زيتوت هذا النقاش للتعليق عن الموضوع، وهو إذن عضو أمانة حركة رشاد. مشاهدينا الكرام، نبدأ النقاش بعد هذا الفاصل. كما ذكرنا إذن في مقدمة الحصة، لا تزال تطورات الأوضاع في عين صالح تعرف تصعيدا في الوتيرة. آخر الأنباء إذن تفيد بتدخل الجيش في التعامل مع المحتجين السلميين في عين صالح، وذهبت بعض المصادر إلى حد الإشارة إلى أمر الجيش للمتظاهرين بإخلاء ساحة الصمود 48 ساعة. مزيد من التفاصيل حول هذه النقطة، حول هذا الموضوع، في ورقة أعدها لنا زميلنا كريم مقدادي، تابعوا معنا. منذ اندلاع الاحتجاجات المناهضة لاستغلال الغاز الصخري التي خرجت نهاية ديسمبر الماضي، تحولت عين صالح إلى قبلة لسياسيين
في محاولة لتسيير الأزمة نحو قبول الرأي العام لمشروع استغلال الغاز الصخري، بينها زيارة وزير الطاقة والمناجم يوسف يوسفي للمنطقة. إذا رانا معقولين انتحروا. رفض المحتجون إذن التحاور مع المسؤولين بسبب غياب الثقة في التحاور مع السلطات. لم يثق مناهضو استغلال الغاز الصخري في جدية السلطة، وهي التي ترسل مسؤولين سياسيين للحوار مع السكان من جهة، وتقول إن قرار استغلال الغاز الصخري لا رجعة فيه من جهة أخرى، بل وفي الوقت نفسه أيضا تختار الحل الأمني بتجنيد قوات التدخل البري وتستعمل الغاز المسيل للدموع ورصاص المطاطي ضد المتظاهرين. لما على سهر لما يكون يتحرك بسلمية ويكون يناضل بحقوق مشروعة وواضحة، عيب عليكم لما تدخلوا ما هو إقليمي وما هو لا أمن خارج الوطن، تدخلوا ما هو داخل المجتمع. المجتمع حبس. فشل السلطة في إقناع في ظل التجاوزات الموثقة في حق محتجين أفقدتهم الثقة في مؤسسة الدولة، فدعا بعض الأعيان الجيش للتدخل، وبرر آخرون هذا التدخل بأن الرئاسة هي التي فوضت الجيش لضبط النظام في عين صالح بشكل مؤقت، حيث رخص العسكر استمرار الاعتصامات على أن تقتصر على مساحة محددة في ساحة صمود واحد دون المساس بآبار الغاز الصخري ودون اللجوء إلى غلق الطرقات. ويمكن بالمقابل لشركات النفط استئناف عمليات الحفر والاستكشاف والاستغلال في منأى عن أي ضغط من المحتجين. وجاء تدخل الجيش بزعم رفع هراوات البوليس والدرك عن المحتجين السلميين، ولأنهما أصبحا طرفا في مواجهات مفتوحة بعد سقوط عشرات الجرحى والموقوفين في أوساط مناهضي استغلال الغاز الصخري. القيادي في اللجنة الشعبية لمناهضة الغاز الصخري طاهر بالعباس طالب الجيش بالحياد والنأي بعيدا عن سلطة وصفها بالفاسدة. اليوم أمام موقف تاريخي، احنا الشيء الوحيد المطلوب من الجيش انه يتبرى ويتمرد على السلطة السياسية هذه ويعلن حياده. احنا تدخل الجيش ليس بضرورة نهاية الأزمة. ممثلون عن المحتجين قالوا إن لقاءهم مع العسكر لم يتناول مستقبل مشروع الغاز الصخري، والمتظاهرون متمسكون بمطلب إصدار قانون يوقف الاستغلال نهائيا، أو على الأقل تنظيم استفتاء شعبي مثل ما طالب به متظاهرون في ورقلة. فيما دعت اللجنة الشعبية لمناهضة الغاز الصخري لمسيرة ضخمة في ورقلة يوم 14 من مارس الجاري. كل هذه المعطيات لا توحي بتدخل حيادي للجيش الذي اشترط على المتظاهرين لزوم خيامهم، بينما تواصل شركات التنقيب عملها، كما لا يوحي بامتلاكه حلا لوقف استغلال الغاز الصخري، لأن عودة المحتجين إلى الديار مرهون بوقف عمليات التنقيب والاستغلال، وهم في ذلك يعتبرون أن تدخل الجيش لا يمكن أن يكون إلا في إطار المهام التي يوكلها له دستور، وهي حماية الحدود ومحاربة الإرهاب ومكافحة التهريب والجريمة المنظمة، وليس الوصاية على إرادة الجزائريين. كان إذن هذا التقرير الذي لخص في حيثيات النبأ الذي طرأ عن احتمال تدخل أو تدخل الجيش في تسيير الشأن الأمني في عين صالح. وتعليقا عن هذه النقطة ونقاط أخرى، يسرني أن استقبل معي هذا المساء السيد طاهر بالعباس، كما ذكرت في مقدمة الحصة، وهو ناشط سياسي وعضو اللجنة الشعبية لمناهضة الغاز الصخري. سيد طاهر بالعباس، أهلا وسهلا. أهلا وسهلا، السلام عليكم. وعليكم السلام. أولا سيد طاهر بالعباس، كيف تعلق على نبأ تدخل الجيش في عين صالح؟ وقبل هذا، هل تؤكد الخبر، لأننا دأبنا في دول العالم الثالث أن نسمع أخبار مصيرية تخص شأن البلاد، يا إما من الأجنبي أو من إشاعات أو من تسريبات أو من قيل والقال؟ والله حقيقة شيء مفاجئ خروج دخول الجيش على الخط في مشكلة الغاز الصخري. أظن أن تدخل الجيش على حزب ما يتداول بطلب من الأعيان أو من المحتجين،
وكان الطلب بعد طمعهم من رجال من قوات الدرك وقوات الشرطة، ربما حتى التدخل لم يأتي في نطاقه، جاء عكس ما طلبه، حتى إن كان هناك طلب جاء عكس ما طلبه المحتجون أو المتظاهرون. تدخل جيش، دخول جيش على الخط، والله وصلت الرسالة، وكأنه النظام السياسي، وهذه حقيقة لا ننكرها، أن القوة الوحيدة التي تطفئ الشرعية على النظام السياسي هي الجيش، ونظامنا السياسي يستمد شرعيته من المجتمع الدولي. ربما الرسالة لا تعني الجزائريين، تعني الخارج بالدرجة الأولى، أنهم ما زالوا متحكمين في زمام الأمور ومستعدين لضمان كل المصالح الأجنبية هنا في الجزائر. يعني نأخذ هذا الجملة الأخيرة التي قلتها، أن الجيش مستعد للذهاب بعيدا لضمان أو لتأكيد الرسالة الموجهة للخارج بضمان مصالحه في الجزائر، إلى أي مدى حسب ظنك السي طاهر بن العباس قد يذهب الجيش حماية لهذه المصالح التي أبعد ما تكون مصالح الجزائر والجزائريين؟ لأنه يقول لك قائل أنه آخر مرة تدخل فيها الجيش الحصيلة التي كانت معروفة، سواء في 88 5 أكتوبر 88 أو في 92. تدخل الجيش، هناك محاولة استغباء كما أرادوا خلال هذه الأيام، استغباء المواطنين واستغباء سكان الصحراء، أنه الغاز الصخري ليس له تبعيات وليس له ضرر. هناك محاولات استغباء أنه الجيش ليس تحت سلطة مدنية ولا يأتمر بأوامر سلال وبوتفليقة، وكأنه موازاة سيادية، ويريد البعض يريدنا أن نصفق للجيش. وقلنا بصراحة في آخر المظاهرات، كيف نصفق للجيش وبما يعرف وزير الدفاع والقاضي الأول في البلاد ورئيس الجمهورية معاق؟ هذا عار على المؤسسة العسكرية قبل أن يكون عار علينا نحن كمواطنين. كيف نصفق للجيش وأرضنا مستباحة من مؤسسات أجنبية وليس الدول؟ هذا وردنا على المطبلين والمهللين والمزمرين. حديثا إذن عن تدخل الجيش لرفع الهروات عن المحتجين، أو بين قوسين لمن يقول أنه تم ب دعوة من طرف أعيان، بعض يقول أنه لا، إذا كان الجيش جاء لحماية المحتجين خليه يبدأ بإجبار السلطة على إطلاق، علما أن السلطة في يده كما يقول هؤلاء، بإطلاق أولا سراح المعتقلين الذين هم يقبعون الآن في السجون، وكثير منهم من دخل في إضراب عن الطعام، نتحدث عن رشيد عوين مثلا الذي هو الآن مضرب عن الطعام، ممكن نذكر الناشطين الثمانية في الأغواط، وخلينا نسميهم بالاسم بالمناسبة حتى يعلمهم القاصي والداني، سي محمد راق أو الرق عفوا، بالقاسم خنشة، بن قويدر فوازي، إبراهيم بالعلمي، بن صرخة الطاهر، معزوزي بن علال، جاب الله عبد القادر، عزوزي أبو بكر، وقريشي بالقاسم، بالإضافة إلى أسماء وناشطين آخرين في واد سوف، وممكن آخرين لا نعلمهم، أنت تعلمهم بحكم متابعتك الميدانية لهذا النشاط. سي طاهر بن العباس، سؤال مختصر، هل تظن أنه هذه الاعتقالات جاءت بوحي من تطور الأوضاع في المنطقة في عين صالح، باعتبار أن كل الاعتقالات تقريبا كانت في الجنوب؟ هذه سياسة يعتمدها النظام ولم يتخلى عليها، سياسة الترهيب وسياسة القمع وسياسة هذه الجذب المناضلين في السجون وقمعهم وسياسة تكميم الأفواه. هذه سياسة يعتمدها النظام ويفعلها من حين لآخر، وخاصة في هذه الأيام عندما كان هناك تضامن واسع من كل أنحاء الوطن، ليس من ولاية الجنوب فقط، مع سكان عين صالح. استهدف هذا المناضلون لأنهم مناضلون فاعلون في الساحة، وفاعلون سواء كان في الجانب الحقوقي أو في الجانب النقابي، ولهم حس بالمسؤولية، حس بالمسؤولية الوطنية وبالمصلحة العامة، ولهم باع في النضال. نحن نعرف المناضلين سواء كان بالقاسم بالخمسة ورشيد عوين أو غيره، فسارع النظام لاعتقالهم ولزجبهم في السجون ولتلفيق لهم تهم باطلة، لأنه بدأ الخناق
يضيق على هذه الإدارة باتساع رقعة الاحتجاجات في أضرار، في تمراست، في ورقلة، في متليلي، في باتنا، في ولايات أخرى من الشمال. دخلت هناك أطراف تنسيقية وأطراف سياسية على الخط أيضا. هذا ما جعل الإدارة تسارع للجز بهذه المناضلين الفاعلين في الساحة لكي لا تتواجه معهم، وهي تعرف ما صدى المتظاهرين وتحسيسهم ووعيهم بالمشاكل العامة. هذا ما أزعج النظام وجعله يسارع للزج بهذه المناضلين واعتقالهم. نعم، خلينا سي طاهر العباس نعرض عليك وعلى المشاهدين الكرام تلخيص لتلك الظروف والملابسات التي صاحبت اعتقالات وأيضا الاختطافات، لأنه كانت هذه الاعتقالات في بدايتها اختطافات قبل أن يظهر إذن أنه هؤلاء المعتقلين كانوا يعني نقلوا إلى السجون. زميلنا كريم مقدادي كان أعد ورقة في هذا الموضوع، كنا قد تناولناها في حصص أخرى، لا بأس أن نذكر بها. أعطنا الروبورتاج أخي التقني ثم نعود للنقاش. هذا الفيديو الذي لاقى تعاطفا شعبيا على صفحات موقع فيسبوك يعكس معاناة عجوز في آخر العمر لا تقدر حتى على الحركة، وهي تعتصم أمام مقر الشرطة وتناشدها إطلاق سراح ابنها البطال فوزي بقويدر المعتقل تعسفا. فوزي بقويدر ليس الناشط الوحيد الذي وقع ضحية المطالبة بحق العمل أو حتى ضحية تضامنه مع من يرفع الشعار نفسه. الضحايا هم أيضا سبعة ناشطين آخرين في اللجنة الوطنية للدفاع عن حقوق البطلين يستحق المقام ذكرهم بالاسم: بالقاسم خنشة، الإبراهيمي باللمي، وابن لال مازوزي، وابو بكر عزوزي، وبالقاسم كوريني، وطاهر بن صرخة، وعبد القادر جاب الله. كل هؤلاء اتهموا بالمشاركة فيما سمي تجمعا غير مرخص، وكأن التعبير عن الرأي والمطالبة بالحقوق تستدعي الحصول على ترخيص مسبق. تهمة وصفت بالباطلة وتتعارض والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي تكفل حق المشاركة في التجمعات السلمية. ذنب الناشطين الثمانية أنهم شاركوا يوم 28 من جانفي الماضي في احتجاج خارج محكمة الأغواط ضد محاكمة الناشط محمد راق المدافع عن حقوق الإنسان وعضو اللجنة الوطنية للدفاع عن حقوق البطالين الذي كان بتهمة الاعتداء على وكيل قوات الأمن أثناء أداء مهامه، وهي اتهامات نفاها محمد راق. ومن الحكم على محمد راق إلى ملاحقة الناشطين الثمانية الذين تضامنوا معه واعتقلوا بدعوى منع المتاعب المحتملة على النظام العام حسب رواية مصالح الأمن. في 11 من فبراير الماضي قررت محكمة الأغواط الابتدائية سجنهم مدة 12 شهرا بإمكانية استئناف الحكم في 11 من مارس الجاري، وعليه سيستأنف إذن حكم الإدانة ضد الناشطين الثمانية. ومهما كانت نتيجة الاستئناف فإن هذه الإجراءات والضغوطات تبقى جزءا من سياسة التخويف والترهيب الممارسة ضد النشطاء في مجال حقوق الإنسان حسب منظمات حقوقية. عمليات الاعتقال والتضييق لم تعد تقتصر على الناشطين وكفى، وإنما طالت جموع المتضامنين والأقارب. فمن الناشطين الثمانية المتضامنين مع محمد راق إلى رشيد عوين مفجر فضيحة نقل الغاز الجزائري إلى تونس دون رقابة جمركية الذي اعتقل إثر مداهمة لمنزله في الواد، وسرعان ما اعتقل أيضا أفراد من عائلته خرجوا في وقفة سلمية تضامنا معه يوم 3 من مارس الجاري. عندما نخرج على مستوى وطني للمطالبة باسترجاع حقوقنا من عمل وعيش كريم، نتهموا بأننا نطبق في أجندة أجنبية لنثير الفتنة. وعندما نخرج على مستوى الجنوب نتهم بأننا انفصاليين وانجهاويين.
وأمام الحراك السلمي الذي رفعه هؤلاء النشطاء للدفاع عن حقوق الإنسان وحقوق العمال بشكل خاص، لم يجد النظام الجزائري لتكميم أفواههم غير اللجوء إلى عمليات الاختطاف والاعتقال والاعتداء الجسدي والمضايقات القضائية بتهم ملفقة، ذلك بعد أن يأس الناشطون من المطالب الاجتماعية التي سرعان ما تحولت إلى مطالب سياسية تحت شعار لا حوار ولا نقاش، حرية ولا مكاش. شعارات تدعو للقطيعة مع نظام اتهم بالفساد وانتهاك الحقوق الأساسية بعيدا عن مبادئ الكرامة والحرية ودولة القانون والعدالة المستقلة التي طالما تغنى بها. عودة إذن مشاهدينا الكرام، كان هذا إذن التقرير الذي لخص المعاش، معاش النشاط السياسي والحقوقي في الجزائر، وحملة الاعتقالات والاختطافات التي طالت عدد من الناشطين. في هذا السياق إذن يلتحق بنا الأستاذ رشيد مصلي، المدير القانوني لمنظمة الكرامة للدفاع عن حقوق الإنسان. أستاذ رشيد مصلي، هل تسمعني؟ نعم أسمعك. نعم أستاذ، من بين التهم الموجهة للنشطاء، نشطاء اللجنة الوطنية للدفاع عن حقوق البطالين في الأغواط الثمانية، هذه التهمة الغريبة إن صح التعبير، وهنا أنقلها بالنص، أن الاعتقال جاء بدعوى منع المتاعب المحتملة على النظام العام، هل كفالة حقوق الجزائريين التي أقرها الدستور، دستور البلاد، صارت عبء على النظام؟ يعني قبل كل شيء يعني شكرا على هذه الدعوة. كما تعلمون الحق في التظاهر السلمي يعني هو حق مكفول من طرف الدستور الجزائري وكذلك من طرف الاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها الجزائر، ولكن الملحوظ الآن في الجزائر هو أن البطالين والمتظاهرين ضد يعني قضية استغلال الغاز الصخري وفئات من المجتمع كلما يعني يقوموا بمظاهرات سلمية يتم قمعهم يعني من طرف الشرطة ومن طرف مصالح الأمن. يعني بطبيعة الحال يعني الشيء اللي لاحظناه كذلك في المدة الأخيرة هي اعتقالات وتقديم متظاهرين للعدالة يعني بحجة يعني الإخلال بالنظام العام أو تهم يعني مبهمة من هذا القبيل. يعني بطبيعة الحال يعني هذه التهمة يعني لا علاقة لها في الحقيقة بالقانون الجزائري، لأن حتى القانون لا يعني لا يحترم من طرف السلطات التي تقوم بهذه الاعتقالات، لأن هذه التهمة لابد أن تتوفر فيها عدة شروط قانونية يعني قبل أن تتم الاعتقالات على هذا الأساس القانوني. كما تعلمون يعني الجزائر كانت تعيش يعني تحت حالة الطوارئ يعني دامت تقريبا 20 سنة، وتم رفع هذه حالة الطوارئ يعني في سنة يعني 2011 فقط يعني بفضل يعني الثورات العربية، السلطات رفعت هذه حالة الطوارئ، ولكن في الواقع ما زال السلطات الجزائرية تطبق يعني تطبق حالة الطوارئ في الواقع. يعني وكما تعلمون يعني المظاهرات السلمية ما زالت ممنوعة في العاصمة، وحتى المظاهرات يعني التي تتم في يعني المدن الأخرى ما زالت يعني ممنوعة. وبالتالي أكيد أن الشيء اللي ممكن نقوله هو أن في الواقع ما زال الجزائر تعيش في ظل حال طوارئ حتى ولو يعني رفعت هذه الحالة بطريقة رسمية. في ظل الجو الذي تفضلت أستاذ رشيد مصلي بتوصيفه،
أنتم على مستوى منظمة الكرامة قمتم ولا شك بعدد من الإجراءات على إذن بالتنسيق مع الأمم المتحدة دفاعا عن هؤلاء الناشطين. هل ممكن لو تطلعنا بالتفصيل والمشاهدين عن هذه الإجراءات التي باشرتموها؟ يعني كما تعلمون الجزائر صدقت على اتفاقية دولية، يعني هو يعني بهذه المصادقة يعني تعترف أن يمكن لكل مواطن جزائري أن يرفع يعني قضايا حتى أمام الهيئات الدولية. كلما يعني يتم تعتيم اعتقالات في الجزائر بطريقة غير قانونية ولا تحترم حقوق المواطنين مثلا في التظاهر السلمي أو النشاط يعني السياسي السلمي، يعني منظمة الكرامة تتدخل وترفع الموضوع على مستوى آليات الأمم المتحدة. ومثلا في المدة الأخيرة يعني بعد اعتقال المجموعة من النشطاء ومن المناضلين في مدينة الأغواط، تم الاعتقالات الأخيرة اللي تمت، يعني نحن رفعنا هذا الموضوع على مستوى المقرر الخاص بالحرية التظاهر السلمي. يعني بطبيعة الحال كانت هذه الاعتقالات غير قانونية وتنتهك حتى القوانين الجزائرية، حتى القوانين يعني الوطنية، بغض النظر أنها كذلك يعني تشكل انتهاك خطير يعني حتى فيما يتعلق بالقانون الدولي والاتفاقيات التي صادقت عليها البلد. نعم أستاذ راشد مثلي، أنا أود أن تعلق معي على هذا الفيديو الذي فعلا يأتي في امتدادا للكلام الذي ذكرته، أنه لما الجزائريين لا يجدوا من سبيل لرفع شكواهم وتظلمهم للهيئات المحلية، فيكون السبيل الحتمي هنا الآليات الأممية أو الدولية والتي صادق عليها حتى النظام الجزائري. أظن أن هذا الفيديو يلخص إلى حد بعيد هذا المقال. تابع معنا أستاذ رشيد مصلي وأيضا المشاهدين الكرام، ثم أود فعلا أسمع تعليقك. أعطينا الفيديو آخر فيصل. هذا الفيديو الذي لاقى تعاطفا شعبيا على صفحات موقع فيسبوك يعكس معاناة عجوز في آخر العمر لا تقدر حتى على الحركة، وهي تعتصم أمام مقر الشرطة وتناشدها إطلاق سراح ابنها البطال فوزي بقويدر المعتقل تعسفا. فوزي بقويدر ليس الناشط الوحيد الذي وقع ضحية المطالبة بحق العمل أو حتى ضحية تضامنه مع من يرفع الشعار نفسه. الضحايا هم أيضا 7 ناشطين آخرين في اللجنة الوطنية للدفاع عن حقوق البطلين يستحق المقام ذكرهم بالاسم: بالقاسم خنشة، الإبراهيمي باللمي، وبنلال مازوزي، وأبو بكر عزوزي، وبالقاسم كوريني، وطاهر بن صرخة، وعبد القادر جاب الله. كل هؤلاء اتهموا بالمشاركة فيما سمي تجمعا غير مرخص، وكأن التعبير عن الرأي والمطالبة بالحقوق تستدعي الحصول على ترخيص مسبق. تهمة وصفت بالبطل. إذن نعتذر عن هذا الخلط في الفيديو في البداية لخلل تقني. إذن كما تابعتم متظاهرين يقفون أمام محكمة ورقلة يعتبرون فيها القضاء الجزائري قضاء خائن، يصفونه بقضاء التليفون، ويطالبون بمحكمة دولية. هذا هو الشعار أستاذ مصلي، كيف تعلق؟ يعني مع الأسف يعني في الحقيقة الأصل يعني في البلاد هو أن العدالة هي اللي تتكفل بمشاكل المواطنين، ولكن لما المواطن الجزائري يفقد كل ثقة في عدالته بطبيعة الحال
يعني ينادي بشعارات مثل هذه، ولكن لابد كذلك أن نعلم أن المطالبة بالمحكمة الدولية والمطالبة بالتدخل يعني الآليات الدولية، يعني لابد أن نعرف أن الحكومة الجزائرية بمصادقتها لهذه الاتفاقيات الدولية تعترف بحق المواطن أن يلجأ للعدالة أو للآليات الدولية، وبالتالي يعني هذه ليست هذه خيانة ولا تعتبر خيانة، ولكن في حالة ما إذا المواطن يعني ما يقدرش يعني يتحصل على العدالة في بلده له الحق أن يلجأ يعني إلى الآليات الدولية، وهذا من حقه وهذا الحق معترف دوليا يعني، ولكن بطبيعة الحال السلطات تصف هذا على أساس أنها خيانة، وفي الواقع هي العجز أو العجز للعدالة الجزائرية ليجعل المواطنين أن يعني يتكلموا بهذه الشعارات. شكرا جزيلا لك أستاذ رشيد مسلي، كنت معنا إذن عبر الهاتف، نشكر لك قبول الدعوة وإن شاء الله إلى فرصة قريبة. أنتقل الآن إلى الأستاذ العجال، أستاذ العجال الذي العجال سجني، وهو إذن أستاذ في جامعة ورقلة، وكانت له إذن عدة محاضرات، وشارك المحتجين في عين صالح تنديدا باستغلال الغاز الصخري. لا أدري إن تمكن الإخوة التقنيين من ربط الاتصال به، في انتظار ربط الاتصال بالدكتور الأستاذ العجال سجني ممكن أمر أو يقول إخوة نعم تم ربط الاتصال. أستاذ العجال سجني هل تسمعني؟ نعم، يبدو أن الربط لم يتم، إذن في انتظار ربط الاتصال معليش نرجع إلى سي طاهر بالعباس. سي طاهر بالعباس تسمعني؟ أهلا وسهلا. نعم سي طاهر بالعباس، إذن نعود نرجع إلى القضية إذن استغلال الغاز الصخري. ألا تظن سي طاهر بالعباس أنه استغلال مناهضة الناس لعدم استغلال الغاز الصخري هو بالدرجة الأولى شعورا بالاستفزاز لعدم استشارة رأيهم أو الأخذ برأيهم، هذا الرأي وهذه الإرادة التي من المفروض أن تكون الأساس الذي تبنى عليه شرعية النظام القائم؟ إذن هذا الشعور بالاستفزاز هو أكثر منه بطبيعة الحال تنديدا بمضار المشروع البيئية وجدوى الاقتصادية. نحن دعينا بالمناسبة لتظاهرة حاشدة يوم 14 مارس تزامنت مع الذكرى الثانية لمليونية شباب البطال التي أقمت يوم 13 مارس، ردا على الإدارة بعد شوط طويل من رفع المطالب والإلحاح والمطالبة بوقف الاستثمار والتوضيح أكثر، لكن نحن نقول صراحة للإدارة أننا نرفض هذا المشروع ليس لجانبه البيئي أو لجانبه الاقتصادي، نحن نرفضه من منطلق سياسي، من منطلق أننا سكان لهذه المنطقة ونرفض هذا المشروع بقرار سياسي، كأننا سكان لهذه المنطقة من حقنا أن نقرر مصيرنا ونرفض المشاريع الهدامة مثل هذه. هذا هو ردنا على الإدارة، نحن نرفضه سياسيا مثل ما قال أحد الأشخاص بالعامية، ما فيش أضرار قاع بصح نرفض هذا المشروع. هل عندنا الحق سكان لهذه المنطقة أن نرفض مشاريع مثل هذه أم لا؟ ولمشاريع أجنبية، الداني والقاصر يعرف أنها مشاريع أجنبية ورفضت في الدول الديمقراطية مثل فرنسا وأمريكا، وأرادوا أن يستخدموا الجزائر وجنوب الجزائر حق التجارب مثل ما استخدمها المستعمر بالأمس رقان، واليوم تستطيع أن تسميها رقان 2 مثل ما سموها بعض المواطنون. نعم سي طاهر بالعباس، أنا أغتنم الفرصة أيضا لأنقل دعوتكم بوقفة سلمية يوم 14 مارس،
وهذه الوقفة إذن تلت وقفة أخرى يوم الخميس الماضي، أين إذن نطقتم بكلمة خلال هذه الكلمة التي ألقيتموها يوم الخميس الماضي كما ذكرت، استعملتم في دعوتكم حق الشعب في تقرير مصيره، كلمة ستار بالعباس تصيدتها بعض أبواق السلطة وأولتها لاتهامكم بأنكم انفصاليين. هذا البعبع الذي بات يخوف الجزائريين من أي حراك سلمي جاد للتخلص من الاستبداد، كيف ترد ستار بالعباس؟ نحن نرد على هم حقيقة نجحوا في شيطنة العديد من مصطلحات نبيلة مثل هذه الثورات وعديد، لكن أرادوا أن يشيطنوا اسم حق عند الشعوب، ليس عند الشعب الجزائري برك، هو حق تقرير المصير لكل الشعوب. نحن عندما ندعو لتقرير المصير ليس مثل ما تسوق أبواق الإدارة تقرير مصير ولاية وإقليم أو تقرير مصير الشعب كله، نحن ماضينا مرتبط نحن لدينا نظرة استشرافية ومستقبلنا مرتبط بماضينا، ماضينا الاستعماري، نحن حتى نريد أن نقرر مصيرنا بعيد عن هذه الإدارة ونريد أن نفتك شعب اعتراف أموي. نحن كشباب وكجيل حالي نطعن حتى في الآليات التي استند إليها في الاستقلال، نظرا على سبيل المثال الاستفتاء الذي طرح من اتفاقية إيفين هو كان استفتاء مشروط، كان هل تريد الجزائر دولة مستقلة متعاونة مع فرنسا، شرط المستعمر قبل خروجه التعاون قبل الاستقلال، ونحن نرفض الاعتراف بالاستقلال استنادا لوثيقة البرلمان الفرنسي والاتفاقية إيفين. نحن نناضل ونقولها بصراحة للضرب وللتنكر لاتفاقية العار اتفاقية إيفين، وندعو كل الشعب الجزائري ليس ولاية وإقليم أن يتوحد تحت راية الوحدة. نحن ليس لدينا حتى يوم للوحدة الوطنية، هذا ما عمل عليه النظام والإدارة ليكون العامل الأساسي في أن يبقى جاثما على رقبة الجزائريين، على الجزائريين في تشتيتهم وتفريقهم شمال غرب جنوب. نحن ندعو للتوحد تحت راية الوحدة لنقرر مصيرنا بعيد على هذا النظام وعلى هذه الإدارة، وهذا من حقنا، لا يستطيع أحد أن ينكره علينا سواء كان المجتمع الدولي أو هذا النظام. نحن هذه رؤيتنا السياسية بعيد حتى رؤيتنا للتغيير، هذه هي الرؤية الحقيقية، لا يوجد مخرج غير أن نتوحد تحت راية الوحدة ونذهب لتقرير مصيرنا. نحن اتفقنا مع الأحزاب السياسية ومع التنسيقية الانتقال الديمقراطي وخرجنا معها آخر مرة عندما وجهت خطابها للشعب وللمتظاهرين والتحمت بالمتظاهرين في الشارع وغيرت من خطابها التي كانت تدعو فيه السلطة للتغيير. نحن إذا كان يوجد إنسان مخلص لهذا الوطن ومستعد أن ننصب أهداف ونتجه لنحققها فأهلا وسهلا لساحات النضال والميادين النضال. أما رفع مطالب سواء كانت سياسية أو اجتماعية في ظل هذه المنظومة القائمة لم يعد هناك فيه جدوى، حتى رؤيتنا للتغيير لا رؤية غير تقرير المصير، الالتفاء لم الشمل تحت راية الوحدة والذهاب نحو تقرير مصيرنا كجزائريين. شكرا جزيلا لك أستاذ ستار بالعباس، كنت معنا من الجزائر من ورقلة عبر خدمة سكايب، أشكر لك شكرا جزيلا مشاركتك إيانا هذا المساء وإلى فرصة قريبة إن شاء الله. شكرا لك ستار بالعباس. يقول إخوة أن الاتصال قد تم ربطه مع الأستاذ العجال السجني. أستاذ مرحبا بك، أهلا وسهلا. أستاذ تسمعني؟ هل تسمعني أستاذ؟ يبدو. مرحبا بك. مرحبا أهلا وسهلا أستاذ، أطرح عليك السؤال الذي كنت طرحته على ستار بالعباس والذي تفضل وقد نعم تسمعني أستاذ؟ أستاذ هل تسمعني؟ ألو، يبدو أن الأستاذ لا يسمع. ألو ألو، نعم هل تسمعني أستاذ؟
السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أستاذ أوجه لك السؤال الذي كنت قد وجهته لطاهر بن العباس منذ قليل. نعم لا يسمعني. والله ما يسمعك منه، الصوت مش واضح. للأسف الصوت أنا أسمعك جيدا أستاذة. يبدو أنه الأستاذ لا يسمعنا للأسف، انقطعت المكالمة. كنا أطلع سؤال. نعم الآن تسمعني؟ أستاذ اسمعني من الهاتف، لا تسمعني من التلفزيون لو سمحت. أنا أسمعك من الهاتف. جيد أستاذ، إذا نطرح لك السؤال حتى نسمع منك الإجابة. كان يتحدث طاهر بن العباس منذ قليل أن نضالهم السلمي سواء في قضية الغاز الصخري في عين صالح أو قضية التغيير عموما، أنه هذا النضال يأتي في سياق افتكاك الشعب الجزائري لسيادته وحقه في تقرير مصيره، بعيدا لا على سلطة مخابراتية ولا على سلطة عسكرية، كل هذه السلطات التي من المفروض أنها تكون تحت سلطة المدني المنتخب الشرعي. ألا تظن أستاذ أن نضال الإخوة في عين صالح هو نضال أولا وقبل كل شيء لافتكاك هذه السيادة، حقهم في إذن تقرير إرادتهم أكثر منه نضال بطبيعة الحال لإزالة الأخطار البيئية التي قد يحدثها استغلال الغاز الصخري؟ هلو نعم انقطع للأسف الاتصال مع سي العجال، للأسف لأنه الشبكة رديئة نوعا ما، يقول لي الإخوة في المنطقة. ننتقل إلى مشارك آخر هذا المساء وهو الأستاذ محمد العربي زيتوت، عضو أمانة حركة رشاد، الذي نستضيفه عبر الهاتف في المباشر هذا المساء من حصة الموعد السياسي، للتعليق إذن على أحداث عين صالح، وأيضا للتعليق على الخبر الأخير الذي نزل ولم نتأكد منه عدا تلك الإشاعات والقيل والقال الذي نسمعه في الصحافة من تدخل الجيش في المنطقة. مشاهدينا الكرام، انتظارا لربط الاتصال مع الأستاذ محمد العربي زيتوت، هل تم ربط الاتصال إخوة؟ نعم. أخي التقني، أعطينا الروبورتاج حول هذه النقطة حتى نستعيد تفاصيل القضية، وخاصة لمن التحقوا بنا للتو. منذ اندلاع الاحتجاجات المناهضة لاستغلال الغاز الصخري التي خرجت نهاية ديسمبر الماضي، تحولت عين صالح إلى قبلة لسياسيين في محاولة تسيير الأزمة نحو قبول الرأي العام لمشروع استغلال الغاز الصخري، بينها زيارة وزير الطاقة والمناجم يوسف يوسفي للمنطقة. يفهموكم إذا رانا معقولين انتحروا. رفض المحتجون إذن التحاور مع المسؤولين بسبب غياب الثقة في التحاور مع السلطات. لم يثق مناهضو استغلال الغاز الصخري في جدية السلطة، وهي التي ترسل مسؤولين سياسيين للحوار مع السكان من جهة، وتقول إن قرار استغلال الغاز الصخري لا رجعة فيه من جهة أخرى، بل وفي الوقت نفسه أيضا تختار الحل الأمني بتجنيد قوات التدخل البري، وتستعمل الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي ضد المتظاهرين. ذمة على نفسها لما يكون المجتمع يتحرك بسلمية ويكون يناضل بحقوق مشروعة وواضحة،
عيب عليكم لما تدخلوا ما هو إقليمي وما هو لا أمن خارج الوطن، تدخلوا ما هو داخل المجتمع. المجتمع حبس. فشل السلطة في إقناع السكان في ظل التجاوزات الموثقة في حق محتجين أفقدتهم الثقة في مؤسسة الدولة، فدعا بعض الأعيان الجيش للتدخل، وبرر آخرون هذا التدخل بأن الرئاسة هي التي فوضت الجيش لضبط النظام في عين صالح بشكل مؤقت، حيث رخص العسكر استمرار الاعتصامات على أن تقتصر على مساحة محددة في ساحة صمود واحد دون المساس بآبار الغاز الصخري ودون اللجوء إلى غلق الطرقات، ويمكن بالمقابل لشركات النفط استئناف عمليات الحفر والاستكشاف والاستغلال في منأى عن أي ضغط من المحتجين. وجاء تدخل الجيش بزعم رفع هراوات البوليس والدرك عن المحتجين السلميين، ولأنهما أصبحا طرفا في مواجهات مفتوحة بعد سقوط عشرات الجرحى والموقوفين في أوساط مناهضي استغلال الغاز الصخري. القيادي في اللجنة الشعبية لمناهضة الغاز الصخري طاهر بالعباس طالب الجيش بالحياد والنأي بعيدا عن سلطة وصفها بالفاسدة. اليوم أمام موقف تاريخي، احنا الشيء الوحيد المطلوب من الجيش انه يتبرى ويتمرد على السلطة السياسية هذه ويعلن حياده. تدخل الجيش ليس بضرورة نهاية الأزمة. ممثلون عن المحتجين قالوا ان لقاءهم مع العسكر لم يتناول مستقبل مشروع الغاز الصخري، والمتظاهرون متمسكون بمطلب إصدار قانون يوقف الاستغلال نهائيا أو على الأقل تنظيم استفتاء شعبي مثلما طالب به متظاهرون في ورقلة. فيما دعت اللجنة الشعبية لمناهضة الغاز الصخري لمسيرة ضخمة في ورقلة يوم 14 من مارس الجاري. كل هذه المعطيات لا توحي بتدخل حيادي للجيش الذي اشترط على المتظاهرين لزوم خيامهم، بينما تواصل شركات التنقيب عملها، كما لا يوحي بامتلاكه حلا لوقف استغلال الغاز الصخري، لأن عودة المحتجين إلى الديار مرهون بوقف عمليات التنقيب والاستغلال، وهم في ذلك يعتبرون أن تدخل الجيش لا يمكن أن يكون إلا في إطار المهام التي يوكلها له الدستور، وهي حماية الحدود ومحاربة الإرهاب ومكافحة التهريب والجريمة المنظمة، وليس الوصاية على إرادة الجزائريين. عودة مجددا مشاهدينا الكرام، يقول إخوانه تم ربط الاتصال بالأستاذ محمد العربي زيتوت عضو أمانة حركة رشاد. أستاذ أهلا وسهلا، مرحبا بك هذا المساء معنا. السلام عليكم ورحمة الله. أستاذ، يصور الجيش اليوم أنه يتدخل لحماية المواطنين من قمع الأجهزة أجهزة الأمن الأخرى، ما هذا المشهد؟ يقول قائل كأن الجيش ينتمي إلى دولة اسمها جزائرستان وقوات الأمن تنتمي إلى دولة أخرى اسمها مثلا جزائرلاند، أليس مفروض أن كل هذه القوات تنتمي لدولة واحدة تحكمها نفس مؤسسات البلد وتسخرها لحماية الجزائريين والسهر على أمنهم وراحتهم وفق نصوص قانونية تضبط مهام كل جهاز؟ أليس أستاذ هذا دليل آخر على تفكك عرى النظام حتى لا نقول الدولة؟ هذا دليل آخر على الفوضى السائدة، أيضا فوضى العارمة السائدة في أعلى هرم السلطة، مثل ما هي سائدة على الأرض، مثل ما هي سائدة في الطرقات، مثل ما هي سائدة في الأسواق، مثل ما هي سائدة في المدارس، مثل ما هي سائدة في الكثير من البيوت. فوضى عارمة. النظام هذا نجح في خلق فوضى حقيقية بدت كوارثها تظهر على البلاد، فوضى في القوانين، فوضى في التشريعات، فوضى في السلوكيات. ولكن ما ظهر أو ما أراد البعض إعطاء الانطباع من أن تعامل الجيش بهذه الطريقة هي في الحقيقة ضد العنف اللي مارسته الشرطة والضرب، في الحقيقة هذا تبسيط غير حقيقي لواقع الأمر. أولا، عندما نتحدث نحن عن الجيش، دعني أؤكد مرة أخرى أن الجيوش هي قيادات، ليس هناك ديمقراطية أو تعدد آراء أو تعدد أفكار أو تعدد أوامر داخل الجيوش. الجيوش تحكمها في الغالب كمشة من كبار الجنرالات، هؤلاء هم الذين يقررون وهم الذين يفعلون ماذا ما يريدون، خاصة في بلدان مثل بلداننا. قادة العسكر في الجزائر، قادة العسكر، وأنا أسميهم العسكر لأنهم ابتعدوا على أن يكون جيش وطني شعبي يدافع عن الشعب وعن الوطن وعن مصالح البلاد، بقدر ما هم عسكر يدافعون عن نظام حكم يقيمونه يستفيدون منه
يعبثون بالبلاد بأقصى ما يكون. هذا الدور في الحقيقة عندما طلب من قائد الناحية العسكرية السادسة أن يتدخل بعدما أمعنت الشرطة في ضرب الناس وفي عين صالح قبل حوالي أسبوع من اليوم، عندما معنت في ذلك وعندما بدأت يحاصرها الناس تدخل قائد الناحية العسكرية السادسة وقائد منطقة عين صالح عقيد هناك أيضا، وحاولوا تهدئة الأوضاع بعد أن خافوا من أن الناس بدأت تضيق ذرعا بالشرطة وبالدرك. الدرك أيضا تعامل بقسوة وبشدة مع الناس، والناس مطالبهم واضحة هنا في عين صالح: حياتنا في خطر، بيئتنا في خطر، الماء الذي نشرب في خطر، الأرض الذي نسكن في خطر، توقفوا عن هذا الغاز الصخري الذي هو خطر على الجزائر ككل وخطر على سكان القريبة من هذه الأديار بشكل خاص. الجيش اليوم كما قلت أو كبار العسكر في الحقيقة هم الذين يحكمون من وراء الستار، هم الذين يديرون الملفات الرئيسية الكبرى. طبعا هناك مشاركة بالرجل القعيد على الكرسي المقعد والمغيف الحقيقة، هو وكمشة ممن معه أخوه سعيد بوتليقة طبعا يقود الأوركسترا الرئاسية، وهناك أيضا مجموعة مما يسمى برجال الأعمال أو في الحقيقة رجال نهب المال يقودهم اليوم حداد وربراب وآخرين أيضا يشاركون في إدارة القرار، ولكن القرار الرئيسي والأساسي ما زال في يد الذين في يد كبار الجنرالات الذين قاموا بانقلاب 92، في يد الذين قاموا بانقلاب 62 أيضا، أي العسكر كبار العسكر في وقتها. نعم أستاذ، هذا ألا تظن أنه أنت تحدثت منذ قليل على أنه الأمر بيد الجيش كله وأنه باقي التمثيليات المدنية بين قوسين هي تمثيليات غير شرعية؟ إن كان رشد هذا الجيش أو قيادات الجيش، لأنه يجب أن نفصل ما بين مؤسسة وطنية تنتمي لكل الجزائريين وحتى هؤلاء الجنود وما يعني هم جزائريون أيضا إخواننا، ويجب أن نفرق ما بين الجيش كمؤسسة وقادة الجيش، هؤلاء إن لم يكن لهم ما يكفي من الرشد للدفاع عن مصلحة الجزائريين وسيادتهم، على الأقل يقول قائل يجب أن يمتلكوا القليل من الرشد حتى يتمكنوا من الحفاظ على كراسيهم. فالسؤال كالتالي أستاذ، ألا تظن أنه من صالح النظام أن يتراجع في قضية عين صالح حتى لا تتطور الاحتجاجات إلى قطيعة نهائية مع منظومة الحكم التي فشلت في إدارة الحوار مع المتظاهرين لفقدانها لأي سند شرعي؟ شوف، النظام يتراجع عن قضية القاز الصخري في حالة واحدة، حالة واحدة ووحيدة، وهو أن تقول القوى الكبرى المستفيدة من قضية هذا النظام ومن وجود هذا النظام ومن الغاز الصخري أن تقول له: نعم نحن نعرف أنك اليوم في خطر، ربما نرفع عنك هذا الضيق ونقول لك خلاص توقف عن قضية الغاز الصخري ولو مؤقتا. في هذه الحالة فقط يتراجع النظام، ما عدا هذه النظام لا يستطيع. النظام القائم اليوم، نظام الحكم، يستند على الجيش، على القوة المسلحة، على المدفع في الداخل وعلى المدفع في الخارج، على القوى الكبرى التي تدعمه وعلى قوى الجيش الذي يستند إليها ويتحكم في نفس الوقت. يعني بمعنى أن كبار العسكر هم يسندون هذا النظام السياسي كما يظهر، والذي هم أيضا طرفا فيه وطرف رئيسي فيه، والقوى الكبرى الأخرى هي فرنسا والولايات المتحدة أساسا. ما دامت فرنسا والولايات المتحدة يريدون للغاز الصخري أن يكون، لأنهم يريدون أن تتحرر أوروبا من الضغوط الروسية التي تفرض، روسيا هي المصدر الرئيسي لأوروبا الغاز، الجزائر هي المصدر الثالث بعد النرويج، ويريدون أن يستبدلون الغاز الروسي، 40% مما تستورده أوروبا تستورده من روسيا، هذه 40% يريدون أن يستبدلونها بالغاز الجزائري. لماذا الغاز الجزائري؟ لمجموعة من الأسباب، أهم هذه الأسباب هو أن هذا الغاز يخضع لدولة يديرها نظام ضعيف، يديرها نظام هش، يديرها نظام جاهل، يديرها نظام متخلف، يديرها نظام فاسد، وبالتالي يسهل استفزازه، يسهل الضغط عليه، يسهل إدارته، يسهل فرض الشروط عليه. في هذه الحالة يريدون
لهذا الغاز الصخري وللغاز الطبيعي ليس فقط الغاز الصخري أن يكبر وأن يزيد وبالتالي يفرض. إذا لم تقرر القوة الكبرى ترك الغاز الصخري في الجزائر فإن النظام لا يستطيع ذلك لأنه مرتبط بعقوب ومرتبط بدعم هذه القوة. نعم مقاطعك لأنه فعلا وقت الحصة قليل وأود أن أستفيد من وجودك معنا. هذه الوظيفية التي تصورها في النظام الجزائري باعتباره نظام وظيفي لخدمة مصالح الأجنبي، هذه الوظيفية كما تصورها الآن إلى أي حد ممكن أن يذهب النظام في سبيلها؟ شفنا آخر مرة تدخل فيها الجيش 88 5 أكتوبر 88 أو جانفي 92 شفنا الحصيلة في هذا الملف. لا قدر الله إلى أي مدى قادر الجيش يذهب تلبية لهذه الوظيفية؟ هو كما قلنا كبار العسكر لم يذهبوا بعيدا، هم فقط عادوا خطوة إلى الوراء ووضعوا الواجهة المدنية في 99، لأنه من 92 إلى 99 كانت واجهة عسكرية. بوضياف كان الاستفزاز، تم قتله بعد 6 أشهر عندما اختلفوا معه قتلوه. ثم جاءوا بجنرال آخر وضعوه هناك كما تعرف زروال، وعندما أيضا اختلفوا معه طردوه وجاءوا بوثلقة كواجهة مدنية. إذن كبار العسكر لم يذهبوا بعيدا، اختاروا فقط أن يكونوا الخلف إلى الوراء قليلا. الإشكالية الكبرى هي كالتالي، عندما رأينا طائرات فرنسا العسكرية تغزو مالي وتغزو إفريقيا بفتح المجال الجوي لها، بفتح الجنرالات وبتطليق المجال الجوي لهم وبمساعدتهم، هذه كانت واحدة تكفي أن تقول أن هؤلاء، وأنا أزن كلماتي وأعرف ما أقول، أنها خيانة عظمى لهذا الوطن. عندما نجد اليوم أن الولايات المتحدة تتجسد على الجزائر، كل الجزائر هناك وثائق لذلك، بمشاركة وبموافقة كبار الجنرالات، هذه خيانة عظمى. عندما نجد أن غردايا تغرق في المشاكل ومدن أخرى تغرق في مشاكل، ومشاكل كثيرة، مشاكل جزائريين ليس لها حدود اليوم، وما زال هذا كبار العسكر يضعون هذا الرجل الذي لا يظهر إلا في مناسبات محدودة جدا ومحسوبة جدا مثل ظهوره اليوم مع بضعة نساء، في هذه الحالات نجد أن هذه خيانة لهذا الوطن. في الواقع اللي الجزائر تغرق في مشاكل داخلية وتحيطها مخاطر خارجية، وهناك من يتربص بها من كل مكان من هذه القوى الكبرى، ويظل الحفاظ على هذا النظام فاقد الشرعية فاقد الشعبية الذي لا يفهم في إدارة البلاد، عندما يصر هؤلاء العسكر كبار الجنرالات على هذا الأمر فهم حقيقة يرتكبون خيانة عظمى في حق الوطن وفي حق هذا الشعب. لم يكن من مصلحة الجزائر أن تبقى هذه العصبة تدير هذه البلاد بهذه الطريقة، ولذلك هناك مخاطر حقيقية اليوم على هذه البلاد للأسف نراها ونشاهدها، لكن نرى أن هؤلاء مصرون إصرار إجرام بكل ما تعنيه الكلمة على الذهاب بالبلاد إلى كارثة لا قدر الله. لا قدر الله. أستاذ محمد العربي زيتوت، وبهذا الأمل نأتي مشاهدينا الكرام إلى نهاية حلقتنا لهذا المساء من الموعد السياسي، ونشكر لكم إذن حسن الإصغاء والمتابعة، وفرصة قريبة إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله.